متشكر جدا يا كابتن. احنا كنا الحمد لله رب العالمين، احنا كنا بنحاول نقدم صوره محترمه ليه بنادي السويس. الموسم بتاعنا في دوري الممتاز ما كانش احسن حاجه، فحاولنا النهارده ان احنا نقدم صوره ليه باسم نادي السويس، وتبقى تحاول تعوض نادي جماهير نادي السويس على اخفاقنا السنه دي في الدوري الممتاز وعدم صوت. حظ اوفر النهارده عملتوا مباراه كبيره، عرفتوا تتكتلوا بشكل كويس، تقفلوا الثغرات، لكن في النهاية هدف اهتزت بيه شباكك بتصويبة حسين الشحات. هكلمك الأول عن الهدف قبل ما أكلمك عن مستواك في باقي المباراة، إزاي شفت أنت الجول ده؟ والله هو لو حضرتك شفت الجول ده كان في بدايته كانت هجمة مؤثرة جدا لينا وفرصة إحراز هدف لينا. مظبوط. ودي من المرات القليلة إن إحنا كنا فاقدين فيها شوية تنظيمنا الدفاعي. كان عندنا عدد كبير في الثلث الهجومي بيهاجم عشان نقدر نحرز جول. لو حضرتك رجعت للماتش كان دي فرصة لإحراز هدف لينا قبل اللي هي دي الفرصة اللي اتردت علينا بالهدف. كان عندنا شوية كان في النادي الأهلي طبعا بيمر بأفضل حالاته، واستطاعوا إن هم يعملوا هجمة مرتدة منظمة. مظبوط. بسرعة كبيرة ما قدرناش إن إحنا الفريق يتراجع وتفاعل، كان في زيادة عددية علينا 3-2، فقدروا إن هم يوصلوا لحسين الشحات انفرد. وأنا كنت حاسس إن أنا كنت هقدر أتعامل معاه كمان، حتى كان في حوار بيني وبين حسين قلت له أنا كنت هجيبها حسين وكنت متوقع إن أنت هتعملها كده. بس لكن الحمد لله، واحنا طول الماتش كنا بنحاول نقدم صوره ليه باسم النادي انا وكل زمايلي يعني، واشكرهم طبعا روحهم القتاليه وعلى ادائهم النهارده طبعا كلهم. عملتوا مباراه كبيره جدا، كلمني يعني هل في حوارات دارت بينك وبين لعيبه الاهلي بعد كذا تصدي، يمكن ابرزهم بالنسبه لي او احلاهم شوطه قفشه اللي من جوه منطقه الجزاء اللي بعد ما نطت قدامه وراح معزم وشاطها رحت انت شايلها بايديك الشمال تقريبا. الحمد لله. والله لا انا في لعيبه تربطنا بيهم علاقات قبل كده، كنا لعبنا مع بعض او قصاد بعض قبل كده، فكانت كلها حوارات وديه في الماتش بكل احترام. واحنا ركنا لهم على دوري الابطال قبل الماتش، وفي الماتش كنا بنحاول نقدم احسن صوره لينا، وكانت كل الحوارات وديه بين اللعيبه كلها وبعضها وبشكل محترم يعني. انت مش غريب على الجمهور عموما، انت الموسم اللي فات برضو كنت من اهم اسباب اقصاء فيوتشر مع منتخب السويس بضربات الترجيح اللي تصديت ليها، وده اللي بيخلي الناس كل سنه بتسال هو كوكو ما شفناهوش في الممتاز ليه قبل كده. والله الحمد لله انا كل سنه بيجي لي عروض من الدوري الممتاز، السنه رجعت النادي بتاعي نادي السويس رجعته بقى لي 4 مواسم، وكل سنه بيجي لي عروض والنادي ما بيرضاش ان هو يطلعني ان انا اطلع، وانا بنتشر رغبتهم. ده النادي بتاعي واللي اتربيت فيه، وانا كابتن الفريق، فطول الوقت بنتسل لرغبتهم. لكن ده زي ما انا حضرتك بتقول كده، انا لحد دلوقتي عندي فرص واتمنى ان انا ارجع العب في الدوري الممتاز تاني ان شاء الله باذن الله واقدم مستويات كويسه. هنتكلم معاك حد من الجهاز الفني للاهلي قال لك رايه في ادائك بعد المباراه؟ لا والله لا، كلهم كابتن سيد مستر يانكون كلهم اثنوا على ادائي بعد الماتش وجم اتكلموا معايا يعني وكده اهوت. انا بشكرهم على شعورهم طبعا. احنا بنشكرك على المستوى الحلو اللي انت عملته النهارده انت ولاعيبه منتخب السويس. طيب بما انك يعني الكابتن وبما انك يعني حتى باقي في فريق منتخب السويس رغم العروض اللي بيديك من الممتاز، الناس بتسال في السويس امتى منتخب السويس ممكن نلاقيه بيرجع مره تانية؟ السنه دي معرفش يروح لدوري المحترفين ونزل الدرجه اللي ادنى، انتوا شايفين ده ازاي؟ ان شاء الله ايه ان شاء الله باذن الله النادي بيسعى وبيرتب اوراقه ان هو يرجع يظهر للصوره الناس كلها مستنينه منه كنادي جماهيري ما يقلش على النادي المصري والنادي الاسماعيلي والنادي الاتحاد والاهلي جماهير القدم، ويطلع من اللي بتمثل منتخبات الانديه دي، وان شاء الله يرجع في مصاف الانديه دي. ايه احلى تصدي من التصديات اللي عملتها النهارده من وجهه نظرك انت، تقييمك انت، لو الصوت لسه واصل لك يعني؟ لا الصوت مش واصل لي، انا ما سمعتش حاجه. بقول لك ايه احسن تصدي في تقييمك انت من التصديات اللي عملتها النهارده؟ والله احسن تصدي في تقييمي انا يعني من 2-3 في ماتش كره كهرباء من اهميتها الاحسنهم زي ما حضرتك قلت مجدي قفشه، انما كورتين بتوع كهرباء في بدايه المباراه دخلوني اجواء الماتش بسرعه من اول دقيقه قدرت اخش اجواء المباراه بسرعه جدا. وطبعا مش هننسى ضربه الجزاء اللي صدتها من رامي ربيعه كمان. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. حافظ او بتشتغل ازاي على ضربات الجزاء؟ يعني بحركه اللاعب ولا بتبقى دارس اللعيب نفسه من قبل الماتشات؟ طيب احنا لازم ندي الجهاز الفني بتاعنا حقه، كابتن ميمي والجهاز اللي معاهم كلهم فرجونا على فيديوهات وقالوا لنا النادي الاهلي بيلعب ازاي في الشكل الهجومي وفي الشكل الدفاعي، وهي من النقاط القوه والضعف بتاعتهم عشان نقدر نشتغل عليها، كلهم اشتغلنا عليها طول الاسبوع، اتفرجنا عليهم كذا مره. وانا بشكل خاص ادوني فيديوهات الجهاز الفني والكابتن